تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة أو يكتب كتابا يطبع في المطابع ويودع في المكتبات؟ لم يكن هذا أبدا طريق أصحاب الدعوات. إن الدعوات تحسب دائما في حسابها أن الجيل الأول الذين يبلغون هؤلاء يكبرون عليهم أربعا في عداد الشهداء. إن الجيل الأول كله إنما يذهب وقودا للتبليغ وزادا لإيصال الكلمات التي لا تحيا إلا بالقلوب وبالدماء. إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة، حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء، والأحياء لا يتبنون الأموات، لا يقبلون إلا الأحياء، والميت يدفن تحت الأرض وإن كان أعز فرد من بيننا.